مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. حلقتنا في رمضان لها طابع خاص بنناقش فيها القضايا بإيقاع سريع، بنتناول كل الأخبار اللي في الساحة خلال الساعات القليلة الماضية، وكمان بنناقش معاكم قضايا ذات طابع رمضاني، إما مشاكل تتمخض عن المسلسلات اللي بتحظى باهتمام كبير عند المشاهدين، أو مشاكل في قضايانا الاجتماعية والسياسية. خلونا ناخد بعض الأخبار بسرعة كده. المشهد اللي هتشوفوه ده مشهد طحن، يعني لما تشوفوا عربية صغيرة بتقع عربية كبيرة محملة بالأخشاب بتقع على عربية صغيرة بهذا الشكل. يعني ده حلقة في سلسلة حلقات مسلسل الاستهانة بكل شيء، يعني اللي صاحب الحمولة وصاحب العربية واللي عمل الحمولة واللي يعني ما توقعش خالص أو ما عملش أي حسابات، لأنه ممكن تكون في مأساة موت ناس. الحمد لله يعني ما فيش ضحايا وما فيش إصابات، لكن المشهد كده مشهد الحقيقة مؤسف جدا، يبين لك زي ما بقول لكم حالة الاستهانة بأرواح الناس. لا اللي بيحمل أخشابا بهذا الشكل أو أي حمولات من أي نوع بيضع الضمانات الكافية، ولا حتى في الشوارع والطرق احنا بنشوف حالة كده من الاستهانة بحياة الناس. مدام عبير صاحبة أستاذة عبير صاحبة العربية، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحمد لله يعني ربنا نجاها ما كانتش في العربية. أستاذة عبير أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. قولي لي أنت طبعا ما كنتيش في العربية. الحمد لله. الحمد لله. هي فرقت 10 دقايق بس، يعني انا كنت جايبه ابني عشان اوديه كورس رسم في سبورتنج، والكورس ده ساعه. قعدت الساعه دي عند واحده زميلتي فوق العماره اللي ركبت تحتها سبورتنج، وقرب الميعاد على طول كان 2:30 المفروض انزل اجيبه، تقريبا 2:30 حصلت الموضوع. انا بلم مسافه ونزل عشان اجيب ابني. لقيت يعني انت نزلت لقيت العربيه كده؟ بالظبط. فرقت بقول لك 10 دقايق، انا نزلت كده كانوا بيدوروا في العربيه. والعربيه اللي شايله اخشاب دي ايه؟ دي كانت معديه؟ لا كان الحته دي اصلا مرتفعه، هو اصلا شايل عدد من حمولته يعني. لا يعني بينزل حموله ولا كان ماشي؟ لا 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 ماشي 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 بيها. ماشي بيها يعني. عدد من حمولته والحته دي عاليه، سبورتنج عند الترام كده، الحته الارض عاليه ده الهضبه كده. فتقل بيه، تقلت بيه العربيه ووقع. الحمد لله. كان ممكن يكون في عدد ضحايا كبير لو حضرتك. فرقت 10 دقائق ان انا كنت هركب العربيه، وطبعا حتى لو ركبتها ما كنتش اتخيل العربيه هتقع. فالحمد لله الحمد لله. والعربيه طبعا انا شايفها تحطمت. ده ما فيش خلاص، مش عايز اقول لك يعني ما فيش. الحمد لله طيب. احنا عشان انا عارف ان انت في النيابه، بس احنا قلنا يعني عشان الناس تشوف مسلسل الاستهانة بحياة البشر في الشوارع المصرية. والله الواحد مش عارف يقول ايه، بس يعني برضو ارجع اقول الحمد لله قدر الله. الحمد لله. الحمد لله يا استاذ عبير. وهنا تم القبض عليهم؟ هو موجود هنا معنا لسه، انا شويه هخش على النيابه يعني. هو قال بقى ان الحموله دي سقطت ازاي؟ ما كانتش مربوطه كويس ولا ايه؟ ولا مالت بالعربيه ولا ايه؟ ايوه مالت بالعربيه. مالت يعني بالعربيه. ما هو واضح يعني. انا زميلتي بعديها بعد ما احنا مشينا قالت ان في عربيتين جم شالوا الحاجات دي، بعد ما نزلوها عربيتين نقل جم شالوا الحاجات دي من الارض. هو كان شايل حموله عربيتين. عربيتين نقل شالوا نفس الحموله؟ بالظبط كده. استهانه بحياه الناس، لان الناس عايزه ترخص تقلل التكلفه، فيعني مش مهم حياه الناس. الف سلامه وبشكرك استاذ عبير، الف شكر. انا بلاقي يا جماعه بتشوفوا ده كتير جدا. انا ساعات اشوف عربيات ماشيه تقول ازاي ماشيه بالحموله الكبيره دي، وانت بتشوفها بتهتز. يعني صحيح يعني ربنا سلم في واقعة 2 3، لكن في وقائع تانية كتير بتحصل مآسية، وكل ده لأن في حاجة اسمها نستهين. يعني الراجل عايز يخفض التكلفة،
نحط حمولة ضخمة جدا كبيرة مالت بالعربية. تخيلوا بقى لو في ناس ماشيين، لو في ناس ماشيين كده وصاحبة العربية موجودة بداخلها، يعني شوفوا المأساة كانت هتبقى عاملة ازاي. يعني من المشاهد التانية